هجوم للحسين سريع على اليمين علي ذيابات. علي بيعكس الكرة وخطيرة والهدف الثاني. الهدف الثاني عبر أنس الزبون. أنس الزبون يحرز الهدف الثاني للحسين والهدف الشخص الثالث لأنس في الدوري. سعيد جدا هو بدون أدنى شك بهذا الهدف الذي طال انتظاره. يعني أنس الزبون صام طويلا قبل أن يسجل. منذ الأسبوع الثالث أنس الزبون لم يسجل حتى الآن. شوف الكرة العرضية ولوحده أنس الزبون غير مراقب في الزاوية البعيدة بلعبها بالرأس. هدف جميل ملعوب لمصلحة نادي الحسين الذي يتقدم الآن بهدفين للا شيء. وفي العاصمة عمان العربي يتقدم على شباب الأردن بهدف للا شيء. وهذه البطولة في كل مجموعة تحتوي على خمس فرق بحكم العدد الفردي يغيب أحد الفرق. عن هذه الجولة لن يلعب اتحاد الرمثو. هذه كرة محاولة والعرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة بتفوت من حارس المرمى ومرة ثانية وجول. أنس الزبون في الدقيقة 48 ثالث دقائق الشوط الثاني يضع نادي الحسين إربد في المقدمة. شوف خروج حارس المرمى خالد عبيدي كان غير موفق والمتابعة الموجودة من محمد علاوني كرة عرضية والمتابعة الرأسية بالعارضة إلى داخل الشباك. هدف أول لنادي الحسين إربد في الدقيقة 48 إذن بإمضاء أنس الزبون لاعب الخبرة في الحسين إربد. إذن أنس الزبون يسجل أول أهداف هذا اللقاء. هدف حال الكابتن خلدون الشداد يسافر إذن على مؤيد أبو كشك لصالح علاء الشجران بدون أهداف إذن في 33 دقيقة من مجريات وأحداث الشوط الأول. أنس الزبون انطلاقة تصويبة جول. أنس الزبون بصاروخ عابر للقارات من إربد لعمان. أنس الزبون إذن يضع نادي الحسين في المقدمة في هذا التوقيت مباشرة ناحية الكابتن علاء عمرات وخلدون إرشيدات للاحتفال بهذا الهدف. هدف ثمين للاعب كبير اسمه أنس الزبون يحيي الجمهور بطريقته الخاصة. أنس الزبون في التصويبة الأولى صابت، في الثانية صابت، في الأولى خابت. شوف التصويبة رؤية واضحة وثاقبة لتقدم لؤي العمايري الذي لم ينجح ولم يوفق في صد هذه الكرة العابرة للقارات في الزاوية اليمنى. يا سلام، الحسين يشعل اللقاء والفيصلي لن يرضى أبدا بالتأخر. فاز 11 مرة من 17 لقاء وشباب الحسين فاز مرة واحدة على فريق نادي الحسين إربد، وكان التعادل بينهما في خمس مباريات. في خمس مباريات كان التعادل بين فريق نادي الحسين إربد وشباب الحسين. فريق نادي شباب الحسين فاز في موسم فقط او بمباراة الذهاب موسم 2007 بهدف مقابل لا شيء، وعاد الحسين إربد بهدفين مقابل هدف واحد في وكرة في منتهى الخطورة. جول هدف ملعوب، هدف جميل. وحذرت من أنس قبل قليل بأنه يتهيأ في الاستقبال، يتهيأ في التنفيذ الضربات الثابتة. أنس الزبون مراوغ سريع يؤمن كرة داخل منطقة الجزاء. الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي الحسين إربد عن طريق اللاعب والمهاجم أنس الزبون في زاوية كبيرة، زاوية صعبة، ولكن حارس المرمى حمدي سعيد مكان وسام حزين على دكة الاحتياط الذي لعب معظم مباريات فريق نادي شباب الحسين، ولكن يختبر هذه المرة حمدي سعيد في هذه المباراة المهمة لفريق نادي شباب الحسين. إذا أنس الزبون يسجل هدفه الشخصي الخامس والهدف الثاني لمصلحة فريق نادي الحسين إربد ليتقدم.